مخوضين ب 125 الف ريال، يعني 6250 درهم. جوج خرفان صغار هذاك جدي ولا لا؟ لا معزاه هي ولده. والده شحال عطاو فيها؟ 47 قطعناها ب 46. عطاو 40 قطعتوها ب 46، عطاوها 2000، بغى 2300. السلام عليكم. سوق السبت هاي الحناش اليوم، اليوم كاين الثمن، كاين الغلا شويه اليوم على حسب الهضره نتاع بعض الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في هذا الميدان. هذا اليوم السبت، اليوم 29 شهر 6، هذه 8:41 دقيقة. الجو جميل، الحرارة 19 درجة. خروفات هادو شحال عطاو؟ 27. هادوك السابي هادو اللي عطاو 27. والبيع شحال بغيتي؟ شحال بغيتي انت؟ ها؟ 32. بغى 32، عطاو 27، عطاو 1350، بغى 1600. الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير. كداير سي حسناوي؟ مرحبا. بخير. كداير سي مام؟ كداير السوق اخويا اليوم؟ كاين الغلا. الكسيبه قليله. الكسيبه قليله، داك الشيء علاش؟ هادي 100 3000 درهم. عندها ذكر ولا انتوا؟ ها؟ عندها خروفه. خروفه تبارك الله، تبارك الله، الله يسهل عليكم اخويا. كاين الغلا اليوم هنا، نهار الاربعاء كان مزيان، ولكن هنا هنا الغلا. هنا الاربعاء كان مزيان. الخميس فين مشيتي؟ توشطات كان شويه. اش دايره هذه؟ 54. 54 2700. اش دايره في السن؟ كبيره. الله يسهل عليكم اخويا، الله يجيب لكم التيسير. ثلاثة؟ لا جوج عطين فيهم 60. ايه الفرادي 60. ومجموعين كاملين 1800. 36. هذوك الجوج عطاو 1500 في الوحدة. 60000 ريال بجوج. وجملة عطاو 23. أنت بغيتي 36. بغى 1800. أش دايرين في السن؟ جموع جامعين. جامعين جموع. الله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير. تبارك الله، شحال عطاو هاد الخروفة؟ الخروفة عاطين 59. 59 تبارك الله. كاين ولكن الثمن 59000. اش دايرة في السن؟ سنة الحليب. ريني سمينة 59. والبيع شحال؟ بغا 62. والله يسهل عليك اخويا، الله يسهل عليك. تبارك الله. واش دايرين هادو؟ شحال عطا؟ هادو عاطين 100. عطاو 150000 في الواحد. 50 الواحد. تبارك الله. كي جايك السوق اخويا؟ اخويا الثمن كاين. كاين الغلا. كاين الغلا في سبت عين الحناش اليوم. تبارك الله. تبارك الله. كي جايك السوق اليوم اخويا؟ اخويا السوق الثمن كاين. كاين الثمن. كاين الثمن. ملي تسمعوا كاين الثمن يعني كاين الغلا. لا كاين. والله يسهل عليكم اخويا، الله يجيب لكم التيسير. شكرا. هادي عطاو فيها 18، والبيع شحال بغيتي؟ البيع بغيت 20. بغا 20 هادي. بغا 100. هادي معيزة، بغا 100000 فرانك، بغا 1000 درهم. سداسية. هادو عطاو 64 جملة، عطاو 3200 جملة فهاد. هادوك الغلاظ عطاو 76، 3800. هادو عطاو فيهم 44000 ريال. 2200. كي داير سي سليمان؟ بخير. بخير اخويا. ها اللي بغى قهوه زوينه يجي عند سي سليمان. كتكون لا كشت كثر على الخميس وقت في توجطات ياك؟ تكون الخميس في توجطات. السبت كتكون هنا. الحد ان شاء الله سبع عيون وجديده. سبع عيون نهار الحد. الاربعاء ان شاء الله تنقول لهم شو مكناس. الاربعاء في مكناس. تبارك الله. مرحبا اخويا، مرحبا. والثلاث روبو. الاثنين والثلاث. بغيت ندير بودربالة. بودربالة، بودربالة ما بيهاش حتى هي، كيكون فيها الغنم حتى هي. ايوا ان شاء الله. قهوة زوينة كذا، بدا الرويحة، الرويحة ما خلات. لا قهوة المليحة. كدير المزيان. تبارك الله.
اه تبارك الله والله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير اخويا الله يحفظك تبارك الله اه 67000 واه مزيان انا على حساب هذا الشيء اللي شفت في هذا السوق 67000 ريال هذا هو الخروف اليوم اللي شفت يعني نيت بيان ارخص واحد شفت في هذا السوق لحقاش الغلا اليوم لا تبارك الله كاين ما كاين المعنى سنان الحليب باقي 67 3350 درهم هذا زوين هذا تبارك الله 67 هذه فين ولدي هذه شحال عطا؟ 84 عطا 84 في هذا 4200 تبارك الله واش داير في السن هذا؟ سنان الحليب تبارك الله والبيع ديالو؟ البيع ديالو 92 ب 4600 عطاوه 4200 الله يسهل عليك والاخرين ما عطاوش؟ لا ما عطاوش والله يجيب لكم التيسير اخويا الله يسهل هادو حوالا غلاط هادو زوين خرفان هادو عطاوه 47200 وبغى 50000 ريال و 2500 و 47200 يعني 2360 درهم هادو عطاوهم 48 بغاو 50 هادو عطاوهم 2400 هما بغاو 2500 هم 2000 درهم 40500 اللي عطاو كلها عندهم كلها الكره واش دايرين في السن؟ جامعين جامعين عطاو 33 والبيع؟ والبيع 34 35 وعطاو 1650 هو بغى 1750 ها ولادهم ها تبارك الله عندهم الكره عندهم كلهم عندهم الكره تيكون شويه ديال البقري ولكن داكشي قليل نمشيو نشوفو الدجاج ولكن الغنم كاين الغلا الغلا في السوق ديال الاغنام وتقول راه حنا باقيين قبل العيد بحال راه الناس غيشريوهم للعيد يعني كاين الغلا اليوم يمكن الغنم قليله راه الغنم كتبع العرض والطلب سوق الدجاج اليوم بعتوهم ب 20 درهم هذيك التوك هذيك ولا فروج 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 20 درهم راه مزوين 20 درهم تبارك الله فيهم حتى الدجاجه فيهم حتى النتاوي فروج وعتوكا فروج وعتوكا بحال بحال 20 درهم 20 درهم هذوك هذوك كروازي شحال دايرين 90 درهم هذو فرارج كروازي 90 درهم 3 كيلو تكون في الواحد لا الماكلة اش واكلين؟ اللقط اللقط اه شعرو يعني واكلين البلدي مابقاش اللي كيعطي دابا هادشي ديال السيكاريم غلا السيكاريم غلا يعطيهم التخليطة ديال الشعير التخليطة قول لنا النمرة اللي 06 58 04 77 67 اللي بغى شي حاجة يعيط لك اللي بغى يشري ولا يبيع ولا كلشي بيع وشراء الله يسهل عليك الله يجيب لك السيسير شحال دايرين هادو 70 درهم الواحد 70 درهم تبارك الله والدجاجه شحال دايره الدجاجه 50 درهم 40 50 40 50 وهاد الفيومي هذا كنبيعو ب 30 درهم الله يسهل عليك كي داير اسي مصطفى اعطينا خويا النمره اللي بغى شي حاجه يعيط لك قول لنا 06 32 98 35 26 الله يسهل عليك مرحبا شحال ديال البيض اليوم؟ خطينا ب 30 30 32 بيض البلدي ديالك مزيان 65 ديال بيبي 65 الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير الله يكرمك خنشة كبيرة 50 درهم باش كيبيعوا كي داير اسيدي بخير صحه مبروك عواشركم كي دايرين شحال تدير الخبزه دابا هذه هذه خبزه بجوج درهم نعم تبارك الله ايوا شوف تبارك الله
هادي جوج دراهم. الله يسهل عليك، الله يقوي الخير اخويا، الله يقوي الخير. كاين اقبال الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. كاين شويه ديال التجاره مزيان. الحمد لله. القضيه بدات شويه مور العيد، تحركات شويه القضيه الحمد لله. السي محمد. الله يجيبك التيسير، الله يسهل. راه كاين الملابس هنايا، راه قرب للجامع، هادو من جهه دخلت الجامع تيكون هاد الشيء ديال الملابس. راه تيديروا اثمنه مناسبه، تيديروا اثمنه زوين. الله يحفظك، شكرا. الله يلابس تبارك الله، موجود الخير هنايا. السوق ديال سبتايل الحناش كاين مالين الملابس، وعلى حسب داك الشيء اللي سولت يعني كاينه اثمنه مناسبه دايرين هاد الناس. شحال المرا؟ كي داير بخير؟ اللهم لك الحمد. صحة؟ بخير اشكرك. بروك هو شركو؟ كي داير اخويا اثمنه داك الشيء؟ اللهم لك الحمد، داك الشيء مرخف، الثمن رخيص، كل شيء مزيان. ايه اثمنه مناسبه. وعاش محمد السادس. امين اخويا. الله ينصرو. الله ينصرك. الله ينصرو. الله ينصرو. الله ينصرو. امين. الاهلاويين كاملين. امين اخويا. امين اخويا تبارك الله، كل شيء موجود عند هاد الناس هادو. تبارك الله. ودائما الله ينصر سيدنا. كي داير السي محمد؟ بخير؟ اش كاين اخويا عندك انت؟ بيجامة سراول فواطات خاص بالنساء. تبارك الله، شحال البيجامة مزيانة دابا عندك انت؟ 50 درهم 60 درهم 50 60 تبارك الله 30 درهم 30 حتى 30 كاينة؟ بحال دابا هادي 600 هادي 30 درهم 30 درهم تبارك الله السراول 20 درهم السراول 20 والله يسهل عليكم اخويا الله يجيب لكم التيسير تمور تبارك الله خير موجود كي داير صاحبي بخير اش داير التمر اخويا باقي الاثمنه هي هي تبارك الله وصليخن 7 8 7 درهم 5 باش ما كانت البلدي هذا تبارك الله وهذا 300 15 فين هو الغالي عندكم؟ الغالي داير 560 والسكري داير 700 هذاك 28 درهم السكري 35 35 تبارك الله الله يسهل عليك اكي داير اصاحبي بخير صيفتي انت صافي الله يسهل عليك اخويا الله يجيب لكم التيسير والله يسخر تيكون عنده حتى هادشي ديال الغربال وتندو الشطابة بلدية هذا ديال البوطة هادو ديال البوطة شحال تيدير؟ 5 درهم هذا ديال البوطة من الطين يدير على البوطة كاس صغيرة فراكة؟ فراكة 20 درهم ها الفراكة اللي شحال هادي ما شافت الفراكة باش تعرفوا مواتكم اش دوزوا كاسكيت 30 درهم هنا كاين مالي الاغراس شميت ريحه السردين ما نعرف واش كاين واش داخل لهنا ولا ها 5 درهم 5 درهم هذه فلفله الحلوه هذه فلفله الحلوه وهذاك بودنجان شحال داير هذاك 4 درهم 4 درهم هذه مطيشه شحال 5 درهم 5 درهم الوحيده هذو ثلاثه هنا هذو ثلاثه يلا جي خالي يلا جي خالي يلا جي خالي يلا جي خالي يلا جي خويا مازال ما حلوش المارشيات ايه منين جبتوا هذا؟ كنجيبو من المرسى من قنيطرة منين؟ قنيطرة 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 ما كانش الثلج ما كاين والو الثلج ما تخسر الحوت الثلج يديك ويد الثلج تبارك الله اش داير اليوم السردي؟ 18 درهم 30 الف وهاد الشيرين هذا؟ 18 وهذه شنو هذه؟ باجو صغير 25 تبارك الله وكبايلة؟ كبايلة 106 8 درهم الله يجيب لكم التيسير الله يسهل عليكم تبارك الله عليك نهارك سعيد نعم الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الحوت من عند هذه اللحية هذا صاحبي قديم تناخذ منه الجودة والكرامة اييه تيدير داك الشيء زوين الله يسهل عليكم اخويا الله يحفظك الله يحفظك اودي قصتي تكون الجوده درهم ماشي مشكل الله يسهل عليكم كي داير اخويا بخير
صحه اش دايره الاقامه؟ شحال داير النعناع؟ النعناع 30 درهم 30 درهم ونص. والمعدنوس هذا ربطه زوينه ثلاثه ربطه كبيره كتبان كبيره لا لا زوين هادشي هذا تبارك الله والله يسهل عليكم اخويا الحامض 10 دراهم 10 دراهم والثومة الثومة ربعة كبيرة 300 سوم 60 درهم وهادي 2 درهم القبيطة موجود الحوت موجود كي داير بخير اش داير السردين اليوم اخويا 18 كبايلة 10 درهم تبارك الله وليني سردين مليح تيبان لي واقف ها واقف والله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير بارك الله شحال داير الربيع اليوم شحال كتبيع الربيع درهم درهم ونص درهم ونص درهم الله يسهل الله يجيب لك التيسير هاد السيد هذا تلقاو بحال هاد الناس خذوا من عندهم هاد الناس هاد مطيشه 70 ريال اليوم 3 دراهم ونص كلشي بدرهم بحال بحال درهم 19 هذا درهم وهذا 19 وهذا 18 هذا 90 سنتيم هذا 95 هذا 100 الله يسهل عليك هذاك الكبير 7 دراهم هذا 7 دراهم وهذا الصغار هذا 280 هذاك 14 هذا 6 دراهم هادو هادو 6 دراهم شحال 860 نص كيلو نص كيلو ب 860 عندنا 580 نص كيلو 500 على حساب النوع ديالاته المهم هذا البراد الزرق 5 دراهم 5 دراهم تطيبوه هنا حتى تكبوه في البراد تطيبوه حتى نقلبوه في البريد والله يسهل عليك اخويا الله يجيب لك التيسير حتى تكبوه في هذا تبارك الله والله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك عصير بلاصيان هادي عصير 5 دراهم اليوم في السوق وهذاك البطيخ الصفر حاجه مليحه حتى هو شحال 8 دراهم البطيخ الصفر داك الشيء زوين ديال العوامر ديال من ديال زياد العوامر العوامره تبارك الله والله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير هادي 400 قل 10 قول 20 درهم تبارك الله 20 درهم والحلاوه لا باين باين لا هذا العام البطيخ العسل هذا العام كله 8 درهم الكيلو 8 درهم منين جاي ما قالكش منين لا انا منين تولى لا هذا منين جاي هذا البطيخ انا غادي ديال الغرب الغرب تبارك الله كي داير السي ابراهيم صحيحه بخير بالصحه والراحه اكيد داير داكشي الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير كي داير اليوم كي داير البطيخ ها زوين زوين تبارك الله لا حد الفن كاين 5 دراهم منين جاي هذا الخير عين الله هذه عين الله دويات دويات تبارك الله فن ديال الدلع شحال في هذه دابا هذه شحال يكون فيها هذه 12 12 13 فن ديال الدلع الله موجود تبارك الله شحال؟ 240 12 بحال بحال؟ 12 درهم والرخال الحمد لله الدينا دايره 300 درهم اه كاينه كاينه 300 درهم هاك 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 يا ولدي هاك يا ولدي هاك منين جاي هذا الخير هذا؟ صحابك عنده الزهر منين جاي؟ سبو هذا ديال سبو تبارك الله ومية 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 كاين تلاح موجود تبارك الله الخير ديال التلاح والمالح اخويا المالح هذا الجديد تبارك الله ووزيدو 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 موجود اخويا ووزيدو 70 درهم تبارك الله الله برا ب 70 درهم وهذا اللي بالعظم 600 كي داير انت مزيان الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير شحال دايره كروفيت 50 درهم 50 50 درهم كروفيت و 70 الحناش تبارك الله كاينش عاده الحوت راه كاين بلايص اخرى تبارك الله 40 درهم الكيلو 40 مرحبا تبارك الله زيد شويه زيد شويه
بلوفه. قول لي القناه ديالك. اسمك المهدي. اسمك المهدي في يوتيوب. في يوتيوب. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. خلوا تعاونوا مع اخوكم. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يجيب لك التيسير. مطيشه تبارك الله خير ديال المطي. شحال داير هذا الخير هذا؟ دايره 5 درهم. 5 درهم ولكن راه الفن تبارك الله. ها؟ بارك الله. هذه ديال لاكريه البارح. هذه ديال الكلاس. هذه كانت دايره 80 درهم ولا شحال؟ 80 الباب. هذه 11000 فرنك. 2200. 110 هذه ديال الجوال. تبارك الله. يعني طايحه ب 73 ريال الكيلو. اه بلا اه. تحيد تتنقع تتنقع ولكن هذه تبارك الله تفاحة. تفاح. تفاح. بطاطا شحال؟ 90 ريال. 4 دراهم والبصلة 4 دراهم. هذه كانت ب 56 البارح في الكريم بالربيع ديالها. بالربيع اي بالربيع ديالها. كتحيدوا لها الربيع يعني طلعت الثمن تتزاد في الثمن. والله يسهل عليكم. الله يجيبكم التيسير. كي داير بخير؟ اييه شوف اقول له احنا بخير وعلى خير الحمد لله. هذا هو اللي شوف هما راه خصهم يعرفوا بانك راك بخير وعلى خير. هذا هو اللي مهم عنده. قول لهم راه بخير وعلى خير. الخضره مرخيصه الخير موجود الحمد لله. كي داير اصاحبي؟ صحه. اش دايره لاري كل يوم؟ 10 درهم. 100؟ 10 درهم. 10 درهم 10 درهم لاري. والقريعة؟ درهم 100 درهم 80 درهم 5 درهم 5 درهم 5 وبنجال؟ 8 درهم 4 درهم 4 درهم والفلفلة؟ لا 5 درهم 5 درهم بارك الله. والنشا 8 4 درهم. هذه البارح كانت بجوج درهم في لاكري. كان ها؟ رخيصة. لا في لاكري جوج درهم. هذه خديتوها هي من هنا. هي من هنا داك الشيء علاه. 5 درهم. مطيشه 4 درهم. خيزو؟ خيزو تا هو 4 درهم. 4 درهم الله يسهل عليك. الله يجيب لك. نعم؟ 4 درهم وثلاثة حسن. من هنا شوية دير 12 مور 12. تعاودتها بثلاث مينا. والله يسهل عليكم. الله يجيب لكم التيسير. كي داير بخير؟ سولت عليك في الخميس قال لي راه مشى للمكناس. ياك انت مزيان؟ كي داير بخير؟ اش دايره الخضره اليوم؟ مطيشه كاينه 180 كاينه 4 وكاين 5 اييه اييه تكون 80 تكون 180 4 5 يعني كل شيء تيلعب ما بين 4 و 5 لا ريكو 10 10 9 9 10 كي داير صاحبي؟ بخير كي داير شويه بخير. اش داير خيزو اليوم؟ خيزو خويا 100 درهم 5 درهم 5 ومطيشه 4 درهم تبارك الله. وهاد القريعه؟ القريعه 100 درهم 5 درهم. القريعه زوينه فن مليحه ياك. لا مليحه مليحه. سوق السبت عين الحناش اليوم السبت اليوم 29 في شهر 6 درهم للربطه. هادي هادي بدرهم. شوف تبارك الله فايت كيلو هنا فايت كيلو ورخام عند الله ورخام عند الله غلا من عند الله ورخام من عند الله. هانتوما فايت كيلو هادي فايت كيلو بدرهم تبارك الله. باربا ثلاثة ديال الدرهم 60 ريال باربا تبارك الله. الصلاة موجودة تبارك الله. مطيشه 60 ريال 3 دراهم. فلفل 4 دراهم. فلفل 4 ولا ريكو؟ ريكو 10 دراهم. 10 كي داير بخير؟ اش دايره البصله اليوم؟ 30 درهم ونص. 30 درهم ونص. 30 بارك الله. والربيع؟ الربيع درهم. درهم الربيع. بارك الله. والله يسهل عليك. امين. اش اخر عندك اليوم؟ امين. ما عندك البصله؟ البصله. الله يسهل عليك. امين.
عطاني كل شيء موجود تبارك الله. شحال دايره هذه الرقيقه؟ 18 وهذه 20. الزيتون كحال؟ 22. زوين اللي بلاطم 28 والزيتون الاخر 28. زيد 48. ثلاثة دراهم باربا. لا زوينة زوينة. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. 20 درهم الهجمة. البصلة شحال فيها؟ 10 ديال الربطات ب 20 درهم. هذه درهم ونص. وهذه الحمراء جوج درهم. مطيشة 60. البطاطا والخيار 100 5 دراهم تبارك الله. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. تبارك الله. كي دايرين بخير؟ صحيحه مبروك العواشر. نتوما بخير. الله يجيب لك التيسير اخويا. الله يسهل عليكم. الله يعاونكم. الله يسخر لك فيهم. يا موجود تبارك الله. أميرة يا واه أداي من الحيط كم حسنا كي زريبة يا واه أوا سير شوف تاكلك شي ديبة يا واه. الله يحفظك. أوا واجي عند مرخز ويقول لك أنا حبيبة يا واه. تبارك الله تبارك الله. هذا أخوي أنا لا الفن هذا الفن والله هذا هي من خاطره تيعطي تبارك. هذا راه شاعر فنان حمراء يا واه. واو هاد النهار غادي ندير فيه شي غريبة يا واه. واسير عندك مذاك مول الترازة يا واه. يا اليوم يسرح عندي شي كليبة يا واه. ياه ياه بدات هاو. بارك الله. ياه الولا حبابها والله الله عادوا. يلا كلمها كلمها ارقب. شحال بعتي خيزو اليوم؟ 160. 8 درهم؟ 160. 160 اش؟ 160. ها؟ كنشد 160. 60 ريال. 3 درهم. 3 درهم باش باع خيزو. 3 درهم. ولفت ولفت شحال؟ لفت 3 درهم ولفت 1000 فرنك. لقيت 900 درهم. 10 فيها 10. 10 درهم. 54 بارك عليك. فيها 10. بحال نسبتيها. فيها 10 ياك حسبتيها تتنحيد لها الربيع. تبارك الله 10 درهم. الناس ما عمجاو الحقيقه مع الدوله ديالنا والله ينصر مالكنا. امين اخويا. الله ينصر مالكنا. امين امين. والله ينصر محمد السادس. امين امين. ها ودير اللي بغيتي. احسن كلمه. اه احسن كلمه قلت. محمد السادس. امين. والرخاء هذا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. شويه الدراويش راهم مالكين ناس. الله يسهل عليهم. الله يسهل عليهم. الله يسهل عليهم. دراويش شلهيها. دراوش دابا ملي كتخرج خمسه في الدار وعنده التليفون ديال 40000 ريال. خمسه التليفونات مليون. مليون ياك. مليون نيشا. هذا ما بقاش درويش. هذا ما بقاش درويش. هذا راه ولا الطاكسي. تبارك الله. والخماسه اليوم فيها وراه كان شي واحد جاب البصله الحمراء وما باعها شي ما تبعت له شيء وفي الرقاع الخماسه راه واحد من داك الشيء قالوا واحد هو فين راه. تبارك الله. الاخر ذاك الولد حتى يبيعوا. واش حتى يبيعوا غادي يخلصوا؟ حتى يبيعوا غادي يخلصوا؟ غادي يبيعوا غادي يدور معاهم شي 200 200 ولا 400. ايوا الله يسهل عليهم. الله يسهل عليهم اخويا. ولكن بالحر ديال التمره والحر ديال الشوك. والله يحسن العوض. والله يحسن العوض. شحال دايره؟ 4 دراهم. 4 دراهم الفلفله اليوم تبارك الله. خير الفلفله. الله يسهل اخويا. الله يجيب لكم التيسير. شحال هذيك دابا؟ شحال بعتي له هذيك؟ دور شحال بعتي له؟ 20 درهم. 20 درهم هذيك تبارك الله. 20 درهم اقل حد. نعم كي دايره الاثمنه؟ الاثمنه مناسبه. مناسبه تبارك الله. كاين البال هنايا اللي بغى البال كاين هذا الشيء البال. اثمنه زوينه تيديروا. قميجه 40 درهم. شحال دابا هذا؟ هذا شحال؟ هذا 40 درهم 800. 40 درهم شورت. شورت 40 درهم. جين داك الشيء زوين؟ جين زوين. اساس مزيانين. والله يسهل عليك. الله يجيب التيسير. كاين داك الشيء ديال العطريه في السوق كل شيء موجود الحمد لله. ها؟ تبارك الله. كاين خير تبارك الله كل شيء موجود.
فرقهمش كاين جبير كاين المطحون وكاين اللي ما مطحون غير على الحمراء تبارك الله فن الحمراء تيجي هذا الاخر شي زوين 12 درهم معلم شر هادو 8 درهم للروي 8 درهم شحال دايره؟ درهم ونص الملوخيه 12 هادي؟ 12 12 الجزارة ما كاينينش اليوم كاين واحد اللي كاين في الجزارة تيبيع الماعز ب 130 والغنمي ب 100 50 درهم الثومة الثومة اليابسة زوينة منين جاية هذه؟ ديال كوري تبارك الله ولكن يابسة دابا دابا يابسة 50 درهم من قياناضي الله يسهل عليك اخويا شحال كتحسب دابا هذا السردين هذا؟ كبايله بشحال؟ ربعه كبيره 300 وهذا 500 هذا ربعه كبيره ب 15 درهم وهذه السمطه 500 25 درهم والخبز ديالها بالمسائل ديالها كلشي لا تبارك الله الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير ما الحوت مكناس راه باقي ما داخلش الحوت المكناس كاع بلاصه الكفته بلاصه الشنشيط راه كاين تبارك الله لا لا معلم كفيته شحال دايري لها خويا شحال دايري كفيته 120 120 كفيته زوينه بلا خبز بلاتها 2400 بلا خبز بلاتها او نام شويه القضيه حامضه الماكله على حسابو تبارك الله كي داير ابي خير اخويا الحيمة ديال العجل اخويا داك الشيء زوين الله يعطيك الصحة الحيمة ديال العجل شيء زوين تبارك اخويا الله يعطيك الخير سير عنده شو هو عمير الله اخويا كي سمعتي عمير الله الله يحفظك اخويا الله يسهل عليك الله يا اخويا كي داير انت مزيان هادي ريجيم هاد فيها الشحمه بزاف زيد ولدي هذه كان معلم فريد كاين هادشي الاواني هنايا موجود هادشي الاواني اللي بغى الاواني عند هاد الاخ هذا تيجيب كلشي عنده حتى الفرار الاختصاصي في هادشي ديال الفرار تيدير اثمنه مناسبه اكي داير اخويا الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير بارك الله دايما العصير حاجة الفن 6 درهم شحال داير هذا؟ 14 درهم 14 شحال عنده في عمره؟ عنده اليوم 22 يوم 22 يوم بالضبط دابا انت راك بديتي كتحسب فيها لا هو كنحسب كنشوف شنو قول لي عافاك دابا اللي بغى مثلا تصيفط له تصيفط له بحال هكا نوصلوا له ماشي نصيفط له توصلوا كاع توصل فيه صعيب دابا الحراره توصل له قول لنا النمره اللي بغى يعيط لك ساعه 0669 زيد 71 ايه 42 زيد 83 الله يسهل عليك وشجعوا هذا الانسان هذا الله يعمره سلعه الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك شكرا اسم الكريم محمد سي محمد الله يحفظك ديال الطواجن كاين تبارك الله طواجن القصايع هادشي ديال الفخار حتى تكون فيها ثمينة رخيصة راه كاين حتى الجير في السوق اللي بغى الجير ها الصباغة نتاع الجير
الدور كاين العصير ديال القصاب كاين كلشي. هذا الرون بوين ديال السبت عين الحناش هو هذا المركز سونتر. هنا كيتفرقوا الطرقان، هذه مع المسجد، هذه طريق إفران، هذه كدوز على الزاوية سيدي عبد السلام، هذه الطريق ديال الحاج، هذه هي، وهذه الطريق ديال عين توجطات، هذه الطريق ديال عين توجطات. بودربالة كاين واحد 4 كيلومتر ولا 5 بودربالة، هذه طريق فاس عين الشقاق، هذه كدوز على يتولنا البيطيط، كتخرج حتى للمطار تاع فاس سايس. السوق هو هذا، السوق ديال سبت عين الحناش. اليوم السبت، اليوم 29 في شهر 6، هذه 10:34. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.